سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، باسم جمعية جذور مغاربة العالم نشكركم على حضوركم ونرحب بكم في هذا الفضاء الجميل، فضاء جنان زها، ونتمنى لكم جميعا قضاء وقت ممتع سويا. سيداتي سادتي، أتقدم بالشكر الجزيل للجهود الجبارة التي قام ويقوم بها الجميع من أجل إنجاح هذا اللقاء الإنساني النبيل. أشكر السيد حميد مدير هذا الفضاء الذي فتح لنا أبوابه بقلب رحب، وأشكر أفراد جاليتنا الذين ساهموا ماديا ومعنويا في هذا العمل الإنساني. أشكر جميع المتطوعين والفنانين وغيرهم الذين وهبونا كفاءتهم ووقتهم الثمين من أجل تنشيط هذه المبادرة. وأخيرا أتقدم بالشكر الكبير لأفراد مكتب جمعية الأمل لكفالة اليتيم في شخص رئيسها سيد شتوي حسن، الذين يشاركوننا هذه المبادرة بشكل عملي جاد وملتزم. فبإسم جمعية جذور نرحب بكم ونشجعكم على مواصلة مسيرتكم الإنسانية، وأملنا أن تتاح لنا فرصا أخرى لمشاركتكم هذه المشاريع الإنسانية البناءة. ومرة أخرى مرحبا بكم ويوم طيب للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم.